وحشتونا كتير في الفاصل، ورجعنا مرة تانية في برنامجكم اللمة الحلوة مع رويدة كل يوم خميس من الساعة 4 للساعة 6. الفقرة دي فقرة غريبة شوية، فيها مهنة صعبة ومهنة غريبة بتمتهنها. المهنة ديت طول عمر المهنة دي معروفة ان هي للرجالة، للرجال فقط، بس احنا بقى الستات قررنا ان المهنة دي هنزحمكم فيها كده ونزقكم وناخدها ونمتهنها كمان. مش بس هنمتهنها السيدات، لا دي هتمتهنها وهتكون كمان تبرع فيها وتكون احسن واشطر منكم ونسرق منكم زباينكم. معانا الاستاذه ضيفتنا مدام عبير. الاستاذه عبير هتكون تمتهن مهنه قص الشعر، بس هنا الحاجه النقطه اللي احنا هنتكلم فيها ان هي مش هتقص شعر السيدات او الشعر الحريمي، لا هي بتقص شعر الرجال، ومشهوره جدا وعندها محل وناس يعني بتتسابق عليها من شطارتها. برحب بضيفتنا الاستاذه عبير. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه القمر ده؟ ربنا يخليك. لا بجد ما شاء الله، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه بقى قولي لي بقى، ليه اخترتي يا عبير المهنه دي بالذات مع ان هي مهنه بجد صعبه؟ صعبه عشان كمان في التعامل. لا هي مش صعبه ولا حاجه، هي كل حاجه بالممارسه بتبقى سهله جدا، وانا ما اخترتهاش، هي اللي اختارتني. بمعنى ازاي اختارتك؟ يعني انا كنت بدور على شغل، وهي دي اللي كانت بالنسبه لي كانت كويسه، يعني كانت كويسه، وفي نفس الوقت كنت بتعلم ودخلت فيها، فواحدة واحدة لقيت نفسي بحبها، وما بقتش مصدر رزق بس، لا بقيت حب للشغل ذات نفسه. طب انت اصلا كنت بتعرفي تقصي الشعر مثلا الحريمي وبعدين تحولتي للرجالي، ولا انت اتعلمتي على طول رجالي؟ لا انا اول ما اشتغلت رجالي، انا ما اشتغلتش حريمي خالص. اول ما اشتغلت. طب وانت كنت متوقعه ان انت اول ما تبتدي الفكره ديت انها هتنجح؟ حسيتي بالنجاح فيها؟ هي كانت في ناس قبليه في المجال، بس انا ما دخلتها، ما كانش دخلتها من باب ان انا هقص للرجاله، يعني هو كان الشغل بتاعي كان الباديكير. باديكير؟ الباديكير الرجالي. اه هو ده اللي انا اتعلمته. في ثقافه في مصر هنا مش معروف بس موجوده في مجتمعات كتير، ان الرجال بيروحوا لمحلات الكوافير متخصصين بس للنيلز للضوافر. أيوة. بيتقاصي بتعمل لهم تنظيف الضوافر، لان في ناس يقول لك لا ايه ده بيهزر او ده راجل بيتدلع، لكن دي فعلا نوع من النظافه وكمان علاج. علاج؟ ايوه القص الضوافر علاج اكتر، لان في ناس بتبقى عندها مشاكل في ضوافر رجلها، فده هو الضافر الغائر اللي بالجنب بيبقى بيقلم مع حز الشوز فبيقلمه، فلازم يتشال. ايوه لازم يتشال. صح زي ما حضرتك بتتكلمي كده. وفي نفس الوقت في لاعبي كوره اللي هو اللبس بتاع الشوز بتاعهم بيعمل لهم مشاكل، وضوافرهم تكاد تكون ما بتبقاش موجوده يعني من كتر شوط الكوره بتاعت الارض، فده احنا بنعمل بشيله يعني بساعده ان انا اشيله له. وفي ناس برضو ما بتعرفش تملك تقص ضوافرها، او توطي وتملك ان هي تقص ضوافرها صحيا. صحيا اه. او في ناس برضو خلاص هي اتعودت ان هو حد يقص له ضوافره، ما يعني هو من صغره مثلا اتعود ان حد يقص له ضوافره، فلما يكبر مش عارف يتعامل مع ضوافره، فانا بساعده ان انا اقصها له ويبقى شكلها كويس. ضحكتك حلوه والنبي. ضحكتك حلوه والله يا قمر. طيب قولي لي، مين شجعك في البدايه ان انت تفتحي او تمتهني؟ بعد ما طبعا هي مرحله انت عديتيها ان انت بتعملي الباديكير او تنظيف الاظافر للرجال والايدين، نقلنا بقى حاجه مستصاغه بالنسبه لك انك تقصي الشعر. هو مين اللي شجعك وقال لك يلا يلا ولا يهمك؟ جوزي. جوزك؟ بجد؟ اه. لان هو كمان اللي شجعني ان انا افتح محل. انا بشتغل في المهنه دي بقالي 20 21 سنه. وجوز حضرتك بيشتغل ايه؟ مهندس الكترونيات. مهندس الكترونيات، يعني هو ملوش دعوه بالمهنه خالص. لا لا ملوش علاقه بيها خالص. ومش بيغير؟ لا ما بيغيرش، لا هو يعني مش حكايه بيغير، هو الحمد لله يعني عارف الست المتجوزه الحمد لله، والست المصريه جدعه يعني. طبعا ست مصريه من ستات الجمال وستات العرب كلهم ربنا يحفظهم. يعني انا دلوقتي فاتحه المحل بقالي 4 سنين. ما شاء الله. جيت في يعني كنت بشتغل في المحل في محلات قبل كده، فجيت خلاص بقى يعني وصلت لمرحله ان انا يعني عايزه يبقى عندي مشروع الخاص بيا. جيت اخدت رايه وقلت له ايه رايك، انا عايزه افتح محل دلوقتي، يعني انا الحمد لله دلوقتي في الشغل بقيت كويسه. قال لي خلاص ماشي، لو انت عندك القدره ان انت تقدري تفتحي محل هساعدك فيه. وبالفعل هو ساعدني فيه ان هو يعني ينشا لي مكان، وقال لي اهم حاجه بس تعرفي ان انت تبقي مسيطره على المكان ومسيطره على الشغل، ولو صنايعي ما جاش تعرفي تسدي مكانه. قلت له لا هعرف الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. طب انت عندك دلوقتي في المحل اللي بيشتغلوا تحت ايديكي صناعيه؟ طبعا صناعيه. اه رجاله برضو ولا ستات؟ لا رجاله.
ما عندكيش ستات؟ لا معيش. ليه بقى؟ ليه ما تشجعيش الستات لا بشجعهم، بس تمام. البنات اللي طالعه اليومين دول يعني مش عايزه عليك. تتعب شويه. مش عايزه تتعب عودها طاري من الاخر يعني عودها طاري. لا ومش عايزه تتعب، عايزه كل حاجه تبقى سهله، وتبقى هي داخله المحل شايفه عبير فاتحه محل. طب عبير اشمعنى فاتحه محل وانا مش فاتحه محل؟ القضيه مش فاتحه محل، طب ما انا قعدت 16 سنه بشتغل في محلات عند الناس. لا انا قصدي واحده بنت صغيره تنتهي المهنه وتبتدي تتعلم وربنا يكرمها اما تكبر تفتح. والله في كده وفي كده يعني. اصل بصي لازم هي تبقى حابه المهنه قبل ما تيجي تشتغل فيها. زي يعني انا الاول ما كنتش بحبها. هو يعني القضيه برضو ان هنا ان انت مثلا بيبقى عندك الصبر ان انت تبقي عايزه تشتغلي حاجه معينه. هي لا، هي عايزه دخل مادي اكتر. تمام، عايزه دخل فهي مادي بتدور اكتر على الماده قبل ما بتدور على المهنه اللي هي تشتغلها. طب انا منتظره منكم تليفوناتكم تتصلوا معانا وتتفاعلوا وتقولي لي انت تقبلي ان جوزك واحده سيده جميله كده تقص له ضوافره ودي، او هي اللي تقص له شعره وتحلق له دقنه، وتقبلي ولا لا؟ وكلمونا وعرفونا وقولي لي ايه رايك ان احنا الستات بنمتهن كل المهن باحترام وبقوه وبنثبت فيها جدارتنا، وان الست المصريه قويه في كل مكان بتثبت نفسها. منتظره تليفوناتكم وتقولوا لي بجد رايكم في الموضوع ده. عايز اسالك حاجه، حضرتك مخلفه عندك بنوته صح؟ معايا بنوته عندها 12 زي سنه. القمر اهي. الله يخليك. ومعايا مصطفى عنده 18 سنه. توافق ان بنتك تقص شعر؟ هي هتقص. هتقص. طب في فرق بين مثلا الولاد الصغيرين، الولاد مش البنات، مش احنا دلوقتي في قسم رجالي. الولاد دلوقتي في ظاهره في محلات الكوافرات الرجالي، بتلاقي اطفال كتير ومعاهم الامهات بيخشوا عشان يقصوا، ما تلاقيش الراجل يقول ياخد ابنه يعني معظم. قليل لما الراجل دلوقتي بيجيب بياخد صح كده. وهو كمان الولد ما بيرضاش يجي مع باباه. ما يرضاش. لا في اختلاف في قص الكبير الراجل عن الولد الصغير او عن الشاب، بيضايقوكي يعني مش بيضايقوكي؟ لا انا فاهمه. بيضايقوا في الشغل بتاعك وطلباتهم؟ وجهه نظرك. لا يعني هو مثلا داخل بوجهه نظر عايز مثلا قصه معينه وبابا رافضها. بالظبط. فبنحاول ان انا ايه يعني ارضيه وارضي بابا، بس في الاول وفي الاخر انا برضي بابا لان بابا هو اللي هيدفع. احنا نرضي اللي بيدفع. عارفه يعني مثلا ايه يعني ولد يقول لك لا انا عايز شعري مثلا من فوق يبقى عالي شويه عشان اعرف اعمله استشوار، وبابا مش حابب حته ان هو يبقى شعره عالي. تمام. فبقنعه ان هو لو هو هيبقى عالي مش هيبقى حلو، لان مثلا في اطفال صغير بيبقى وشها طويل شويه. لا فانا بقنعه بقى بقول له لو طولت شعرك من فوق وشك هيطول. تمام. كمان بتحددي مع الوش ذات نفسه. بالظبط. فانا بخش له من الحته دي، وفي نفس الوقت بخش له برضه بقول له يعني ايه صحابك البنات مش هيبقوا حابين شكلك كده. نلعب على النقطة دي. انا لازم العب على الحته اللي هو ايه يقتنع بكلامي اكتر. الحته اللي تأثر التأثير. مش مشكله بقى شعري، مشكله هم يقتنعوا بالشكل العام. طب انا هسألك سؤال كده يعني ما اقصدش حاجه، بس دايما معروف عن الكوافرات الحكاوي الكتير. الرغي ما بيبطلوش لك طول ما هو بيقص. وبعدين بستغرب قدراته، الله اكبر، يعني من اول اليوم كل زبون يقعد يرغي معاه كتير. يا ترى برضو كسيده بتشتغل مع رجال برضو يعني العاده دي معاكي، ولا بتشتغلي وانت ساكته معاه؟ لا هو غالبا الزبون مثلا اللي بيخش لو عايز يتكلم بنتكلم، بتكلم معاه. هو دلوقتي الزبون ما بقاش زي الاول. يعني في زبون يقول لك لا انا عايز داخل الكوافير استجم، مش عايز مثلا حد يصدعني. وفي ناس بتقولها كده، بتقول لك لا انا عايز مش عايز حد يتكلم معايا، انا عايز يعني عايز يعمل حاجه واللي قدامه بيبقى ساكت. حتى انا معوده الاستاف اللي عندي ان هو ما يقعدش يتكلم مع الزبون، الا لو الزبون عايز يتكلم الكلام برضه يبقى في حدود، ما يقعدش يرغي 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 كده. لان طب لو هو رغي قاعد يرغي كده هتعملي معاه ايه؟ انت عارف حضرتك يعني بتردي على سؤاله بكلمه صغيره بحيث ان هو مثلا ايه ما يسالش سؤال تاني. وساعات ممكن نعمل نفسي ان انا مش سامعه، وساعات مثلا اقول له لا طيب ماشي اوكي، لا اصل انا مركزه في حاجه تانية. لان الزبون ما بقاش عايز يخش للرغي، لان انت عارفه في المجتمع بتاعنا في حد واجهك او اتضايق او نقدك ان انت بتقصي من الجيران، من الناس في الحته بتاعتك في شارعك، القرايب، حماتك مثلا، او بالذات الحته والدنيا المنطقه اللي انت فيها، في حد انتقدك او ضايقك ان انت بتقصي للرجال وتعاملك طول اليوم مع رجاله؟ لا، لان انا مش شايفه في الدنيا دي كلها غير جوزي هو اللي مثلا هو مقتنع باللي انا بعمله، يبقى هو الناس هو كل هو الناس قدامي. هو دينيتك، ربنا يحفظه لك. الله يخليك. هو الناس كلها قدامي، فانا مش هركز. لو ركزت مع الناس لا هروح ولا هاجي. صحيح. لان مفيش حد يعني بيساعد حد.
وفي نفس الوقت الناس طول ما تلاقيك ناجحه بتبقى فاضله، بتبقى واقفه جنبك، شايفاك مش ناجحه بتبعد عنك. كل بيحب الناجح واللي بيدهولنا الحمد يطوعوا لله عنا. الحمد لله. انا رايي دايما ان الحاجه الغريبه لما تتعمل او الغير معتاد عليها بس احنا نعملها واحنا اقوياء واثقين وانت عندك ثقه وايمان بنفسك، في الاول هيحصل شده غربال زي ما بيتقال، بس من كتر قوتك ومن كتر اصرارك على الحاجه دي وان انت بتعمليها وبتؤمني بيها من كتر ايمانك كمان بنفسك وبربنا، هتلاقيها محدش عارف يتكلم معاكي، الكل تقبل الواقع، تقبل الامر كما يكون، صح ولا لا؟ لا صح. طيب الرجاله اصناف كتير، اكيد بتهيألي انت شفتي انواع واصناف من الرجاله كتير جدا. ايوه. تقدري تقولي لنا من خلال تعاملاتك قسمتي الاصناف دي ازاي من وجهه نظرك من خلال الشغل وان انت قدرتي تشوفي عينيك شافت كتير طول اليوم؟ يعني انا هقول لك حاجه، انا عندي جوز، عندي زبون متجوز اتنين. تمام. ايوه انا احب النمد على، احكي لي يتصل بقى. بيا. يعني انا بشت... يعني انا ما بشتغلش حريمي، بس في حاجات مثلا هي مثلا شافتني عملت له تنظيف بشره حلو قوي، تمام. تقول له لا انا عايزه عبير هي اللي تعمل لي تنظيف بشره. لا يقول لها لا عشان انا بقى احلى منك. لا، هو يتصل بيا يقول لي فلانه جايه لك، اقول له حاضر. يتصل بيا تاني يقول لي فلانه التانيه جايه لك، بس ما تعرفش ان فلانه الاولانيه كانت عندك. قلت له لا ما تقلقش، ولا كاني شفتها انت اصلا. كاتم اسرار بقى زي الدكتور بقينا. لازم طبعا. وهي تيجي، يعني تيجي دي معايا او تيجي دي معايا، دي لا تعرف ان دي بتيجي ولا التانيه تعرف ان هي ان دي بتيجي. اه لا هنخسر الزبون. لا. هيترن على الابدين نخسر. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني ممكن انا اتكلم الكوافير واقول له بعت لي حد البيت، ممكن كوافير راجل يجي يعمل لي شعري في البيت مع عيلتي ومفيش مشاكل، او يبعت لي بنت لطلباتي. لو كوافير مثلا، لو العميل او الزبون رجل وعايز يجي، عايز حد يجي له البيت وطلب من حضرتك انك تيجي وهو عريس، هنتصرف ازاي في الموقف ده؟ غالبا لما بيكون عندي شغل بره انا باخد معايا حد من الستاف اللي معايا، تمام. الصناعيه اللي معايا، او لو الصناعيه مش فاضيه باخد المساعد اللي معايا. تمام زي الفل. طب تجهيز الراجل، العروسه بتجهز نفسها كتير قوي، بتعمل احنا يعني بنت بتعمل مجهود وبتعمل يعني فكرها بيبقى كتير جدا في موضوع ليله الجواز بتاعها. يا ترى الرجل، معلش احنا عايزين نعرف بقى منك اسرار لا. الرجاله، بيعمل ايه هو كمان ليله الحنه وليله جوازه؟ يا ترى بيهتم زي الست ولا الدنيا عادي معاه؟ لا لا بيهتم. بيعملوا ايه بقى والنبي احكي لنا. يعني مثلا ايه، في عروسه تيجي تقول لي احنا مثلا، هي اللي بتتفق على فكره، العروسه هي اللي اللي بتتفق بتتفق لعريسها. مش دي هو اللي جميله قوي ما بيتفق، شاء الله. هي اللي بتتفق. بتقول لي مثلا انا اذا كان مثلا خطوبه او جواز، الجواز ليه سيستم والخطوبه بتبقى ليها سيستم. كل حاجه تفترق عن التاني. طب ممكن يعني تعرفينا اقول لك، الفرق؟ يعني مثلا عندي مثلا العريس اللي هو سي مثلا دخله، تمام. بيجي قبل الفرح بيتعمل له 3 جلسات علشان أأهله البشرة بتاعته، عشان يوم الفرح ما يعملش تنظيف بشرة جامد، يعمل حاجة سوفت كده تبقى خفيفة. وفي نفس الوقت بيتفق معاه ان هو يسيب دقنه ويسيب شعره ويسيب كل حاجة ما يعملهاش، علشان يعمل لوك جديد يبقى شكله باين ان هو ايه، خارج اعمل من حاجه جديده. حامل وبيتفق لوحة معاكي جديدة. زي العروسه مثلا، زي مثلا انا هروح في حفله او في فرحي هعمل تيست ميك اب كامل او هشوف تسريحه الشعر مع الطرحه، هو يا ترى بيبقى عامل لا رسمه الراجل، حاجه معينه لشعره؟ لا التست للشعر بس. التيست للشعر بس للشعر بس. للتسريحه. يعني ممكن مثلا ايه نعمل كذا قصه بحيث ان هو يشوف مثلا القصه اللي تبقى يعني ماشيه مع ستايل البدله، مع شكله، مع اذا كان لابس بيبيون او جرافطه. وده بيفرق مع لبس العروسه وستايل شعرها؟ يعني انت مثلا بتعرفي ستايل العروسه ايه؟ لا يعني مثلا هو لو مثلا هو لو طويل وهي مش طويله مثلا، ما بالظبط. ينفعش مثلا اعمل له قصه تبقى مطوله اكتر. في قصات شعر بتطول اكتر. الوش بيطول بتتمط، الراس بتتمط، وفي عروسه هي اللي بتبقى طويله وضخمه والعريس بيكون، والعريس بيبقى العكس. فبرضو فبتعملي له يعني هي برضو انا ببقى عايزه اشوف العروسه، او مثلا لو هي ما جاتليش ممكن اشوف صورتها علشان برضو احدد عليها الشغل اللي هي تعمله. تمام. يعني كده دي طقوس الدخله. لو الشبكه بيجي مثلا قبل الفرح بيوم واحد بس بيعمل كل اللي بيعمله العريس، بس اللي بيختلف اللي هي جلسات بتاعه البشره. تمام. طب انت شايفه اني اسهل في التعامل، الستات ولا الرجاله؟ في يعني من الزباين اللي عندك اني اسهل؟ لا الرجاله اسهل. الرجاله اسهل صح؟ الرجاله اسهل. ما عندهمش تفاصيل كتير زينا. لا ما عندهمش وحتى لو غلطت معاهم في حاجه ما بيبقاش الموضوع مقفر معاهم قوي زي الستات.
الدنيا ما بتتقلبش وتتهد وتتجاب وتتحط عشان في غلطه حصلت، الدنيا بسيطه. بس في ناس، في رجاله يعني حاجه، في عندها يعني بالبلدي كده بيبقوا محسوكين قوي في شغلهم، بس بيبقوا قليلين مش كتير. مش كتير. بس الستات بتبقى يعني، انا يمكن عشان ما اشتغلتش حريمي حاسه ان الستات اكتر في تمام. شغلها اتقل. عندك طبعا طبعا. بس الراجل لا، الراجل شغله بسيط جدا، او هو انا يمكن يعني لو جبتي واحده حريمي هتقولك نفس اللي انا بقوله، تمام وهي صحيح. بالممارسه على فكره اي شغل. احنا متعبين، سيبك انت. بشكرك استاذه عوير، الكوافير رجالي، صاحبه اجمل واغرب مهنه، وطبعا هي مش مهنه غريبه ولا حاجه، هي اشجع امراه بالنسبه لي، ان انت كسرتي الحاجز، كسرتي المعتاد، وعملتي مهنتك وثبتتي نفسك كده بنفسك. انا فخوره بيكي. الله يخليك. ربنا يحفظك، ان شاء الله نتقابل تاني. وبشكرك استاذه عوير لتشريفك لينا النهارده. ربنا يخليك. بشكركم، وفاصل ومنتظركم.